الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه صريح البيان صحيفة 122، ثم قال، يعني البيهقي، ما نصه: باب ما جاء في قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. Alors, Cheikh Abdullah, rahimahullah, cet imam qui a servi l'islam et les musulmans proche d'un siècle, et qui a enseigné l'aqida, qui a enseigné le hadith, qui a enseigné le fiqh, qui a enseigné la langue arabe, et qui a mis en garde contre les sectes dangereuses, الوهابيين et ses dérives. هذا الإمام الذي خدم الإسلام والمسلمين قريب من قرن، يعني نحو 90 سنة أو أكثر، فنشر علم أهل السنة والجماعة بالتوحيد والفقه الشافعي وغير الشافعي والعلم الحديث والتفسير واللغة العربية، وكان له الباع الكبير في هذه الأمة في التحذير من الفرق الخطيرة الهدامة السفاكة للدماء، وهم الوهابية ومشتقاتها: داعش، نصرة، قاعدة، ما يقال أنصار الشريعة، وفي بعض الأحيان حتى حزب الإخوان الذين كانوا يسكتون عن الوهابية لقاء المال. الشيخ بيّن لنا ضلالات هذه الجماعات، فجزاه الله عنا خير ما جزى عباده الصالحين. قال شيخنا، ثم قال البيهقي ما نصه: باب ما جاء في قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. كسف دير الآية إن ربك لبالمرصاد، لأن الرصد بالأصل هو مكان، ولكن المراد به أن الله يرصد أعمال عباده، يعلمها ويجازيهم عليها. قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد ابن يحيى، أنبأنا أبو الحسن أحمد محمد الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، قال: يسمع ويرى. Alors, on l'a rapporté par une chaîne, Bayhaqi a rapporté jusqu'à Ibn Abbas. Inna rabbaka la bil mirsad. Il a dit: Allah voit et entend. Et par la suite, puisqu'il nous voit et il entend ce qu'on fait, il nous jugera le jour dernier. Wa qala ma nassu bab ma jaa fi ithbat al-wajh sifatan la min haythu as-sura li wurud khabar as-sadiq bihi fa'ida. يعني في هذا الباب الأصل الذي يبنى عليه إثبات صفات الله تعالى هو الإجماع القطعي. هلا قال البيهقي في الأسماء والصفات صحيفة 301 على page 301، إلى دي البيهقي. alors chapitre ce qui a été rapporté au sujet de l'wajh, attribut mais pas comme image et aspect, parce que ça a été rapporté de la parole du prophète et ça a été même mentionné dans le Coran. يعني جاء هذا الخبر في القرآن وجاء في الحديث. الوجه صفة لا صورة. هذا الفرق بيننا وبين الوهابية. Tu as vu, nous on dit الوجه ça a été rapporté dans le Coran الكريم et dans la Sunna. Mais le Bayhaqi il a dit c'est الوجه attribut mais pas comme image et aspect. أما الوهابية لا، إذا قلت المراد به ليس المراد به العضو والجارحة يقولون أنكرت الصفة، إذن هم يعتقدون الصورة لله، يعتقدون الوجه بمعنى الجارحة، ويقولون له عينين ثنتين حقيقيتين، هيك بيقول العثيمين. عثيمين بيقول له جنبين اثنين. Alors, al-Wahhabiyya, lorsqu'ils disent al-Wajh, ils disent visage, ils disent face, et il a deux yeux réels.
Et ils disent, il a un image, et ils disent, il a deux hanches. Et mais ça, c'est de l'anthropomorphisme. هذا التجسيم المحض وهو الكفر الصراح الذي لا يجوز الشك في كفر قائله. أما البيهقي يقول إثبات الوجه صفة لا صورة. أثبات الوجه من حيث الصفة لأنه ورد والله منزه عن مشابهة المخلوقات، إذن ليس المراد بالوجه الجارحة، ليس المراد بالوجه العضو، ليس المراد بالوجه الجسم، له معنى يليق بجلال الله. في بعض الآيات جاء الوجه معنى الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه معنى الذات. أقرب ما تكون المرأة إلى وجه ربها أن تكون في قعر بيتها. إيش أقرب ما تكون إلى وجه ربها؟ إلى طاعة ربها. Alors tu vois, le mot وجه a été mentionné dans le Coran et la Sunna dans plusieurs significations, mais il n'est pas mentionné une seule fois dans le sens aspect, image, corps. أبدا. ليش؟ لأن القرآن يتعاضد ولا يتناقض. ليس كمثلي شيء. كيف بعدين بدك تقول وجه جارحة؟ كيف بدك تقول وجه وجارحة؟ والله قال ليس كمثلي شيء. والله قال ولم يكن له كفوا أحد. وبدكم تتذكروا دوما أن قوله ولم يكن له كفوا أحد جاء عندما سأل المجسم، لما سأل المجسم، لأن في رواية المشركين وفي رواية اليهود، قالوا واليهود يعني مجسمة، قالوا صف لنا ربك، المجسم يقول صف لنا ربك، والله تعالى أنزل سورة على سيدنا محمد ليقول لهؤلاء المجسمة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان عندهم شيء من عقيدتهم صحيح لأنزل الله شيئا إيش يؤيد قولهم، لكن ما عندهم شيء من الصحة، فنزلت كل سورة الإخلاص من أولها إلى آخرها تنزيه. وأعمى القلب اللي هو الألباني ما شاف كل هذا. قال الأشاعرة إذا بتسألهم عن صفات الله يقولون ليس جسما، لا يوصف الأعضاء، لا يوصف الجوارح، لا يوصف بالحركة، لا يوصف بالسكون. يقول الألباني كله نفي، نفي نفي. نقول لهذا الغبي، لأنه ما بس أنا سميته غبي، المحدث المغرب سمى غبي، حتى ما واحد يفكر، لأنه هن الألباني بيفكروا. الألباني ما بيحفظ 10 أحاديث عن ظهر قلب، ما حافظ 10. بس شو بيقولوا الوهابية؟ الحافظ. شو هالكذبة هاي؟ لك عم تضحكوا على مين؟ عم تضحكوا على البقر اللي مثلكم، مثلكم بقر ما بتفهموا. واحد ما بيحفظ 10 أحاديث منسميه حافظ؟ اف شو هيدا؟ ما هذا؟ هذا الألباني قال الأشاعرة يقولون لما تقول تسألهم عن صفات الله كلها نفي ما فيها إثبات، كلها نفي ما فيها إثبات. روى البخاري أن هؤلاء أهل الكتاب، وقيل لنا نحن مشركين وفي رواية أهل الكتاب، قالوا صف لنا ربك، صف لنا ربك الذي تعبد. فنزل قل هو الله أحد، الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير، والأحد الذي لا يقبل التباعد ولا التجزؤ، الله الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء، كل شيء يحتاج إليه، المقصود عند الشدة، الذي لا يتباعد وتجزأ، أيضا الصمد، لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، إيش؟ ليس مادة، لا يقبل انحلال، لا ينحل من شيء، لا يحل منه شيء، لم ينحل منه شيء، n'engendre pas, n'a pas été engendré, n'est pas une substance. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، rien n'est pareil à lui, rien n'est semblable à lui. قال سيد الخلائق أجمعين، قال حبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه صفة ربي. فهمتوا ليش عم نقول الألباني غبي؟ عرفتوا ليش نقول غبي؟ أنه أنت ما بتعرف هذا الحديث، وقال النبي هذه صفة ربي، وكل سورة الإخلاص تنزيه، وانت بتقول تنتقد الأشاعرة. تقول الأشاعرة إذا سئلوا عن صفات الله يقولون لا شبيه له، لا مثيل له، لا أعضاء له، لا جسم له، لا حد له، لا مكان له، قال كل نفي. كذاب. نحن نقول له القدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، واضح له هذه الصفات مذكورة في القرآن، وله صفة الوجه واليد والعين، صفات لا جوارح. إيش نفينا؟ لا جوارح،
أثبتنا ونفينا الجسمية. وهك كان السلف الصالح، هيك سفيان الثوري والإمام مالك والإمام الأوزاعي والليث بن سعد، هيك كان السلف الصالح. وهذا الذي نزل في القرآن لما سأل المجسمة ما صف لنا ربك، الله قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال القائد محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد قال هذه صفة ربي. إذن بعد هذا الكلام بدنا نفهم أن الوهابية لما يقولون جسم وأعضاء وجوارح، قالوا لي واحد صور حاله من الوهابيين قدام المسجد من شي كام يوم وعمل على الانستغرام ولا شيء، قال انه الامام هون بيكذب. ايش عم نكذب؟ هذا كتبكم فيها هذا، انتم عقيدتكم هذه، الالباني هذا ما يقوله، ابن تيمية يقول الله له ثقل، له وزن يثقل على الملائكة، هكذا يقول ابن تيمية. نحن لا نفتري عليكم، كتبكم تشهد على أنكم مجسمة مشبهة، ما عرفتم التوحيد، ما عرفتم التنزيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.